السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة ديالي على وصفات سهيلة سهلة وسريعة. يوم ان شاء الله غنديروا لي بانكيك اللي كيجيو ساهلين ولذادي، مكونات بسيطة. دوز نشوفوا المكونات وطريقة التحضير مع بعض. عندنا 250 ملل ديال الحليب، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا جمعة ديال السكر، عندنا رشة الملح، عندنا جوج بيضات، عندنا 7 غرام ديال الخميرة، عندنا الفاني، وعندنا 250 غرام ديال على بركة الله. غادي نبدا في على بركة الله. البيضة غنديرو السكر، نديرو السكر فاني، غنديرو الرشة ديال الملح، ونبداو عندنا رابعة وخمسة. هادي كما كتشوفوا ها هي القوام ديالها، هو هذا صافي. دابا غنبداو نطيبو. صافي عندنا المقلة كتسخن فوق البوطة، بدات براسها بالحلوة كيما كتشوف بحال هكا. Gracias.
هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كتشوفوا كيجيو في الشاش على زوقتهم بالعسل، درتلهم اللوز مهرمش من الفوق. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو متنساوش دعموني بلا لايك والضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم الجديد. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.